صوت العرب من القاهرة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. تاريخنا ماضينا حضارة أثار، صور ملاحم، قصص وانبهار، ما بين الخيال والأساطير، مغامرات غدير وبكير. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض. أداء محمود، مروى، عمر، مدحت، إسلام، نوران، نورهان، منى، إيمان، محمد العمروسي، تامر نور الدين، أماني عزب، أحمد عصام، بسمة صبح، نهى عبد العزيز، أمنية، رامز، منة. هندسة إذاعية محمود صبري. الإخراج سعدي حسين. ياه، يا دوب احنا لحقنا نوصل السفن في آخر وقت قبل ما أجاملنا نتحرك بالأسطول. شفت يا بكير، دول مشوا بسرعة رهيبة كأنهم كانوا بيهربوا من الحرب، وخصوصا ان شعب مدينة موسية ما سابوهمش غير لما اطمنوا انهم مشوا كلهم. دول كانوا بيحاولوا كمان يغرقوا السفن باللي فيها. كنت خايف تغرق يا نادر، مش كده ولا ايه؟ هو انا ممكن اغرق يا عم الهدهد وانت موجود؟ اكيد هتساعدني وتلحقني، مش احنا برضو اصحاب ولا ايه؟ ربنا اللي بيساعد. وادي خلصت منه. بتقول حاجة يا عم الهدهد؟ لا بقول اكيد اننا اصحاب يا نادر، وما تقلقش، وشفتك بتغرق احاول انقذك وانت ونصيبك. المهم دلوقتي يا هدهد، تفتكر جيش الملك أجاممنون هيروح فين بعد ما تبهدله بالطريقة دي؟ يلا بينا نروح لهم واحنا نعرف هيروحوا على فين. هنعمل ايه دلوقتي يا جماعة؟ الجنود حالتهم صعبة قوي وبيتألموا، هنعرف نكمل ازاي رحلتنا لتروابة؟ انا هأمر البحارة يروحوا على شاطئ الايوني، هناك في ينابيع سميرنا السحرية يقدروا الجنود ينزلوا ويستحموا فيها، وهندعي الآلهة يشفوا جروحهم بقوة المياه السحرية. فكرة كويسة يا جميل، يلا خلينا نروح على الشاطئ الأيوني وبعدها نكمل رحلتنا لتروى. أيوة بقى يا سيدي، فرحان انت يا نادر هنا وما بطلتش عوم في البحر من الصبح. حلو قوي، تحفة المية هنا يا بكير. لا وما تنكرش انك مبسوط زي بالجو والبحر والكل اللي قدامنا ده. اوعى، محدش يقدر ينكر يا نادر فرحته انه يرتاح شوية ويعوم في البحر، خصوصا بعد اللي حصل في المسير. بس هو احنا فين بالظبط هنا؟ انا حاسس ان مية البحر دي مش غريبة علي. ده جزء من حوض البحر المتوسط يا بكير، وهو منفصل من هنا بالبحر الادرياتيكي، ومن ناحية الغرب هتلاقي ايطاليا وصقلية، ومن الجنوب هتلاقي البانيا وجزر اليونيه كتير بيسموها الجزر الايونيه. هي ايطاليا قريبه مننا يا هدهد؟ ده انا كنت عايزه اروح اشوفها. يا غدير، ايطاليا بالشكل اللي انت عارفاه لسه ما كانتش موجوده. دلوقتي احنا هنا في عصر ثاني خالص، والناس اللي بيسكنوا ايطاليا اسمهم القبائل الاتروريه، اللي بعد كده اتعرفوا بالأتروسكيين، ودي مراحل أولية قبل حضارة الرومان. وكل المدن اللي أنا قلت عليها دي لسه ما كانتش موجودة في الشكل اللي انتوا بتعرفوه. أنا بقول بقى إيه، خلونا نعوم في المية هنا أحسن، وسيبكم بقى من الكلام عن الحضارات الغريبة اللي بتقولوا عنها دي. شايفين كل الجنود هنا بيعوموا فرحانين أوي إزاي؟ وفعلا المية هنا بتاعت الينابيع دي، إيه ده، سحر مش ممكن. اسمها ينابيع سميرنا يا نادر، الشكل اللي انا شايفه هنا بيفكرني بحمامات كليوباترا وحمام فرعون لما بتستمتع هناك بالميه الكبريتيه. متهيألي يا بكير ان الميه هنا فعلا شبههم، وعلشان كده مشهوره وكل الناس بتيجي تداوي جروحها هنا. بعد اللي انا شايفه هنا النهارده والجيش كله تقريبا في الميه، هيسموها كده حمامات أجاممنون، ليه لا؟ فكره حلوه يا نادر، خلاص المكان هيتشهر باسم حمامات أجاممنون. طيب يلا بينا، منك روح تعالوا نشوف الملك أجاممنون واللي
يلا يا مينيلاوس، خلي الجنود يجهزوا، متهيألي احنا قضينا وقت كافي هنا. يخلي كل واحد يكون شفى جروحه ويحاولوا ينسوا اللي حصل في مدينة موسيع. حاضر يا جميل، هجهز الجنود والجيوش ونتحرك بعدها بطرق. يا جميل يا جميل، في عاصفة كبيرة مخوفانا من كل اتجاه، احنا مش قادرين نسيطر على السفن. يا اوديسيوس، اسأل الدليل على اقرب جزيرة وخلينا نروح لها. العاصفة شديدة قوي يا جميل، قائد السفينة مش قادر يسيطر عليها، كل سفينة رايحة في اتجاه مختلف، الموج عالي قوي يا جميل، هنعمل ايه؟ كل قائد للجيش يحاول يقوم مع اسطوله يجمعهم حواليه، ولو حصل وتشتتنا لأي سبب هنحاول نوصل لأقرب جزيرة مشهورة ونتجمع من هناك. يا جميمنو، احنا بنفقد سفن كتير قوي من الاسطول، السفن بتغرق يا جميمنو. انقذ اللي تقدر تنقذه منهم يا اوديسيوس، حاولوا تعدوا من العاصفة، اوعوا تفقدوا الامل. طب لو ما وصلناش لأي جزيرة هنا هنعمل ايه يا جميمنو؟ لو حسيت انك تايه يا مينيلاوس او اي حد فيكم تاه، يحاول يرجع لجزيرته ولمملكته، اكيد هيقدر يوصل لها بعد ما العاصفة تهدى، وبعدها نتجمع تاني عندي في مملكة موسيناي. هحاول يا جميمنو، هحاول ابلغ باقي الملوك باتفاقنا يا جميمنو، واتمنى نقدر نتجمع تاني بعد العاصفة دي. يا جماعة كنا هنموت، العاصفة دي صعبة قوي قوي وشديدة قوي. الحمد لله يا نادر، ربنا سترها وقدرنا نعدي، بس الاسطول اتفرق وكل سفينة راحت في اتجاه مختلف، ومش عارف احنا هنروح على فين. احنا هنرجع على موكيناي بكير زي ما اجاممنون قال، لحد ما يقدر يجمع الجيش من تاني. هي رحلة غريبة من اولها، كل جزيرة نعدي عليها يحصل لنا حاجة، الرحلة مش راضية تكمل، مش عارف في ايه. مش عارف، مش كنت لسه من كام يوم فرحان بالبحر والمية يا نادر؟ اشرب بقى يا حلو. ما هو اللي كلناه بط طلع علينا يا عم الهدهد، حد بصص لنا في الرحله دي. بط انت تقصد ايه؟ المهم في كل رحله يا نادر اتقابلنا حاجات صعبه ولازم نحاول نعديها علشان نكمل، وحتى لو هنضطر نقف شويه ونرتب امورنا لازم نحاول نكمل رحلتنا. بتقول انت حكم يا عم الهدهد، لما نشوف الاول هنعرف نلاقي سفينه تودينا موكيناي ولا لا. انا شايفه السفينه بتاعت اخليوس واقفه هناك، تعالوا نروح لهم يمكن نقدر نرجع معاهم. يلا بينا يا ست غدير، اهي اي توصيله والسلام. هنعمل ايه يا اخليوس؟ هنرجع على مملكه فيثيا ولا هنروح على مملكه موكيناي؟ ايه هي خطتك؟ خلينا نرجع عند والدي في مملكة فيثيا، وعلشان نرجع يا باتروكولوس أكيد هنعدي الأول على جزيرة سكوروس. أكيد يا أخليوس، طبعا مينفعش نعدي على سكوروس من غير ما نسلم على الملك لوكوميدس وبنته ديدامية. طبعا يا باتروكولوس، أنت عايز ديدامية خطيبتي تزعل مني؟ لازم أروح لها. قولي يا أخليوس، أنت بتفكر في إيه بالظبط؟ قبل ما نبدأ رحلتنا يا باتروكولوس، والدتي الحورية فيتس طلبت مني اني لازم اتجوز قبل ما اسافر احارب، وبصراحة كنت بفكر في الموضوع ومتهيألي ده الوقت المناسب، او الظروف هي اللي بتساعدني على ده. وحتى لو الظروف مش بتساعدك يا اخي ليوس هنخليها تساعدك ونروح سكورس وتتجوز ديدامية. مبروك يا صاحبي. شكرا يا باتروكلوس، وعقبال ما افرح لك لما تيجي تتجوز. يا عيني يا غدير، راحت عليكي، اخليس هيتجوز وفرصتك هتضيع. وانا مالي يا نادر باخليس، دي افيجينيا بنت اجاممنون هي اللي كانت عينيها عليه. بلا افيجينيا بلا غيرها، المهم الفرصه راحت عليكي خلاص. بقولك ايه يا نادر، سيبك من الكلام ده وخلينا نشوف هنروح فين. كده اخليس مش رايح موكيناي واحنا تايهين بين الجزر. مفيش لاقيش يا غدير، انا كنت طاير ولقيت زينك وشيه، مملكة الملك تلكس قريبة مننا قوي، فممكن نروح هناك نرتاح شوية وبعدها نقدر
فكرة حلوة قوي يا هدهد، علشان نعرف برضو أخبار الملك تيليفوس والجرح اللي في رجله أخباره إيه؟ الجرح اللي خده من الحربة السحرية بتاعت أخيليوس، يا ترى قدر يداويه ولا لسه؟ سؤال الحلقة 96: أين تقع ينابيع سميرنا؟ على شاطئ طروادة؟ على شاطئ مصر؟ على الشاطئ الأيوني؟ ترسل الإجابات الصحيحة على إيميل هيئة تنشيط السياحة eta.awareness@egypt.travel. الإيميل بالتفصيل eta.awareness@egypt.travel. مغامرات غدير وبكير. مغامرات غدير وبكير. الموسيقى إهداء دكتور رامي مصطفى. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض. الإخراج سعدي حسين.